هذه سيارتي أنا البسيطة، محرك بقوة 5 أحصنة. أنا استخدمت سيارتي الكلاسيكية القديمة من نوع 1967، ومررت بعدة دول، من تونس، من تونس إلى ليبيا، ومن ليبيا ركبت بالباخرة على تركيا، ومن تركيا هبطت لمدينة مرسين، ومن مرسين تركبت في باخرة واحدة أخرى من مرسين إلى بيروت لبنان، ومن لبنان على سوريا، وسوريا على الأردن، والأردن على المملكة العربية السعودية برا. جلست في سفري هذا 17 يوم، عديت عدة دول التي كنت أذكرها، وهي تونس، ليبيا، تركيا، لبنان، سوريا، الأردن، والسعودية. الحمد لله يعني كل الأمور ميسرة، منين خرجت من بيتي حتى المدينة المنورة الأمور كلها ميسرة مع الشعب العربي الحمد لله. شعور لا يوصف، شعور لا يوصف، يعني غير كي وصلت، يعني نزلت عليا الطمأنينة والسكينة والحمد لله. نعم يعني ثقتي، توكلت على الله عز وجل، وثقت في الله عز وجل، وثقت في نفسي والحمد لله. عطل خفيف، عطل تاع 5 دقائق 10 دقائق بس، الحمد لله مرة واحدة صلحتها. نعم أكيد صلحتها أنا بنفسي، يعني ما في يعني ماهيش حاجة كبيرة، يعني استقبلوني استقبال ما شاء الله، استقبال حر أكيد. استقبلوني ثاني وزارة الحج على البر، استقبال ما شاء الله بالورود، استقبال بالورود.